السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يقول بعض القضاة: كنا نقف أمام المكتب، مكتب القضاء، 7:30 ليدخل الشيخ اللحيدان يده إلى جيبه فيخرج مفتاحا يفتح به مكتب القضاء الذي يدار منه القضاء السعودي بأكمله. قال بعضهم: ربما ذهب الشيخ إلى بعض المستشفيات لعمل تحليلات وفحوصات فيقال له النتيجة بعد 2 ساعة، فيذهب إلى مكتبه ليستمر في عمله ثم يعود لأخذ النتيجة والدخول بها على الطبيب. قال: في ذات مرة عرضنا عليه أن يجلس في مكتب في المشفى لانتظار نتائج التحليلات فوافق، فظننا أنه سيشرب القهوة والشاي ويتناول الإفطار، فإذا به يخرج أكياس فيها أوراق ومعاملات للناس يراجعها ويقوم بدراستها. قال: فأصابنا الذهول وأدركنا كيف أن هذا الرجل يدير القضاء السعودي بمفرده رحمه الله وغفر له. كان إذا جاء في شهر رمضان إلى مكة لإلقاء دروسه في الحرم كان الناس يأتون إليه بمعاملاتهم فيراجعها ويوجه فيها رحمه الله وغفر له. دخل بعض المسؤولين على الملك فهد رحمه الله ليطلب منه أن يعيد قضية دم قد تهيأت للتنفيذ إلى مجلس القضاء الأعلى لعلهم يسعون في الصلح فيها، فتضايق الملك وقال: ما يصل إلينا من الشيخ صالح لا نراجعه فيه، فهو أعلم بما يمكن فيه المراجعة، وأثنى عليه ثناء عاطرا. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يقدم رأي أحد على رأي الشيخ صالح الحيدان لما يعلم من ملكته العلمية، إضافة إلى ذلك التطبيق العملي في القضاء. كان حريصا رحمه الله على صيانة القضاء صيانة تامة وعلى إحاطته بسياج منيع، وكان يرعى حرمة القاضي ويصونها صيانة تامة ويمنع أي جهة إدارية أو اعتبارية أو نافذة أن تخاصم قاضيا من القضاة. كان يربي في القضاة نية التعبد لله عز وجل حال عملهم في القضاء بين المسلمين، فعندما طلبوا منه إجازة قال لهم: طلبوا منه إجازة أسوة بقضاة العالم، فقال لهم: إن قاضي العباد قد ميزكم بالاحتساب، احتساب الأجر عند قضائكم بين المسلمين، إذا احتسبتم الأجر لأنكم تتلبسون بعبادة، عبادة القضاء بين الناس. قال: ألم تروا إلى بعض أهل العلم أنه أجاز القضاء في المسجد لكونه من جنس العبادة؟ ثم قال رحمه الله: وأنا أحمد ربي فلي أكثر من 50 سنة لم أتمتع بإجازة اعتيادية ولا يوما واحدا. هذا معاشر المسلمين، هذا هو صالح اللحيدان، هذا هو صالح اللحيدان العلامة الفقيه القاضي رحمة الله عليه رحمة واسعة. يقول: مكثت في مجلس القضاء الأعلى 30 سنة لم يتدخل في حكم من أحكامي، لا وزير ولا أمير ولا صغير ولا كبير، أو كما قال رحمة الله عليه رحمة واسعة: ولد في عام 1350 للهجرة،
كان عالما جليلا ذا قدر وهيبة، تخرج من كلية الشريعة بالرياض ونال درجة الماجستير من معهد القضاء، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها في عام 1391 للهجرة، يعني أكثر من 50 سنة وهو عضو في هيئة كبار العلماء. وهكذا تقلد القضاء أكثر من 50 سنة، منها أكثر من 30 سنة وهو رئيس لمجلس القضاء الأعلى في المملكة. ومع هذه الوظائف الخطيرة وهذه المناصب الكبيرة، كانت له جهوده في الصلاح والإصلاح، كانت له جهوده في العلم والتعليم والدعوة إلى الله، كانت له دروسه وفتاواه في الحرم المكي، وكانت له دروسه وفتاواه في غيره من المساجد، وكانت له فتاواه في برنامج نور على الدرب، وكانت له المحاضرات والندوات ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه للطلاب، وكانت له جهوده في التحذير من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة، منها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. وهو مع ذلك كله كان لا يؤذن المؤذن إلا وهو في موضعه في المسجد، ما كان يصلي في مكتبه ولا في مقر عمله، بل إذا أذن ذهب إلى مسجده أو ذهب إلى المسجد للصلاة رحمه الله وغفر له. كان منضبطاً غاية الانضباط، كان قوياً أميناً قوالاً بالحق. مرض في آخر أيامه مرضاً نسأل الله عز وجل أن يكون فيه رفعة لدرجاته وأعلنت وفاته فجر الأربعاء الأول من جماد الآخرة من عام 1443، وعمره 93 سنة. فبفقد هذا العالم فبفقد هذا العالم فبفقد هذا العالم مات علم وذهب علم كثير. فقده ليس فقد لشخصه، وإنما هو فقد لجزء كبير من تراث النبوة، فقد لجزء كبير مما قام به من صلاح وإصلاح وجهاد ونصرة للحق. فلا والله لا يعوضه مال ولا عقار ولا متاع ولا ديار، إنما يعوضه إذا أخلف الله عز وجل بمثله لمن يقوم بمقامه في الجهاد ونصرة الحق. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وأعلي درجته في عليين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.